الحقيقة مدينة الروسة انتم تعرفون العالم كلها وجزء من محافظة نينوى من أكثر المحافظات المتضررة أثناء فترة احتلال داعش. فمحافظة نينوى تحتاج إلى جمهور كل الخيرين، وإن شاء الله سوف يكون هناك سكوب أخرى حسب المراحل اللي راح نوزعها على أهلنا وحبابنا في محافظة نينوى. المتضررين نتيجة العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، كما تقدم بشكل جديد إلى قاضي لجنة التعويضات والمواقف الكاملة. علي محمود علي. نعم. عمار خليل خبر. طالب فتح حسين. عارف لازم شغل. قمنا بتوزيع الصكوك الخاصة بممالغ التعويضات على مواطني محافظة نينوى الأضرار اللي لحقها ببيوتهم، ونحن كمحافظة نينوى نتابع اللجنة التعويضية وطلبنا منهم بتقليل الروتينيات والإسراع بإنجاز المعاملات المواطنين، وإن شاء الله سوف يكون صكوك أخرى لمتقدمين المواطنين للجنة التعويضات. أنتم تعرفون محافظة نينوى من المحافظات أكثر متضررة أثناء فترة احتلال داعش، فبنية تحتية مدمرة في محافظة نينوى، إن شاء الله نحن كحكومة محلية سوف نكون من الداعمين لهذه اللجنة وسوف نكون من حسن ظن أهلنا في هذه المحافظة.